خد مثلا لفت نظري ظهور الشيخ محمد العريفي. العريفي الناس في مصر يعني بصراحة قالت عليه كلام كتير جدا في وقت من الأوقات وعمل بتاع عن مصر والناس كانت بتحبه قوي. الحقيقة ما كتبش تويتة واحدة عن موضوع القدس. تويتة ما كتبش عن موضوع القدس تويتة. وكتب عن حاجة تانية خالص، عن حكم مسح الجوارب. اه والله الجوارب اختلف العلماء في مسح الجوارب الشفافة، والراجح جواز المسح عليها لأن المقصود التخفيف والرخصة للمتوضئ والتسهيل عليه، فتوى ابن عثيمين. أول ما قال دي بدأ يبدأ حساب مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، فلو لبس الجورب بعد المغرب وأحدث قبل العشاء وتوضح ومسح فيبدأ حساب مدة المسح من العشاء. حقيقة أول ما شفت العريفي بيكلم أو بيفتي على حكمة مسح الجوارب أو على الحكم في مسح الجوارب افتكرت على طول سلطان العلماء العز بن عبد السلام لما قال: من نزل أرضا تفشى فيها الزنا فأفتى الناس بحرمة الربا فقد خان. من نزل أرضا تفشى فيها الزنا فأفتى الناس بحرمة الربا فقد خان. وقد خان كل هؤلاء، لأن الموضوع ما بقاش تفشي الزنا يا فضيلة الشيخ، الموضوع بقى القدس. قدس قدس حضرتك قدس. فالعز بن عبد السلام كان صادق أيام صدق حقيقة ومعبر جدا. العرفي تجاهل تماما في نفس الوقت اللي كان فيه فنانين عرب بيكتبوا بكل حرية عن القدس. تخيل، والله ولا أقصد أي إساءة، المطربة نانسي كتبت عن القدس، نانسي عجرم. القدس عربية كانت ولا زالت وستبقى وليها كل الاحترام. قلت لك احنا اعتقد ان اي حد فاهم ان احنا مش ده مجالنا. هيفا 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 كتبت القدس عاصمة فلسطين الأبدية. تحية لهيفا وتحية لنانسي. ولا عزاء للعريفي ولا عزاء للعريفي، يعني العريفي الشيخ العريفي. ليه العريفي مثل؟ مش هو العريفي؟ العريفي معاه قلت لك الشيوخ في السجن، الشيوخ في السجن في كل حتة، الرجال في السجون أو مهجرين أو مطاردين، هكذا هو وضع الرجال في وطننا العربي. فالعريفي ما كتبش تويتة عن الأقصى، تويتة ولو من بعيد، وكتب عن مسح الجوارح الجوارب جوارح أهل، في حين كتبت نانسي عجرم وهيفا. تحية لمشايخ الأمة هيفاء وهبي وننسى عجرم حية، وربنا يعين الأمة. تقول لي بقى تاني، أرجع لك تقول لي بقى أصل الربيع العربي ده أكبر نعمة حلت بينا والأيام كاشفة. لم ينكن لينكشف كل هؤلاء. في ناس وهي بتتابع مسلسل أرطغرل فيقول لك إيه كمية الخيانات دي، المسلسل خيانة بتطلع من خيانة تعمل خيانة. وده يمكن تقريبا المسلسل من المسلسلات النادرة جدا اللي اللي قلنا يعني زكيناها ولا نزكي حاجة أصلا، نزكي على الله أحدا أصلا، اللي قلنا إن هي كويسة وإن قد إيه معبرة جدا عن واقع الأمة. اتكلمت فيه كلام كتير، لكن الناس بتتكلم على كتر الخيانة. شوف حضرتك كمية الخيانات التي تعرضت ليها كبني آدم طبيعي بتشغل عقلك في هذا التوقيت. شوف كم الرموز التي خانتك من أول الكبار خالص، زعماء والحكماء وبتاع، وانت نازل بقى من المثقفين والليبراليين والشيوخ والسنيين والمعرفش مين والسلفيين. شوف كمية الخيانات التي اكتشفتها حضرتك. الخيانات دي مش احيانا واحد بيدفع كتير جدا مقابل انه يعرف حقيقة واحدة، انه يصل لحقيقة واحدة، مستعد يعمل كل حاجة. في أحيانا ممكن الناس تضحي بنص عمرها عشان تصل لحقيقة تتأكد من حاجة. اللي كان مخدوع أهو عرف، واللي كان شاكك قال أنا كنت متأكد، أنا كنت شاكك 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 بس متأكد. اللي كان مشاكك أهو تأكد، واللي كان حقيقة البوصلة أحيانا يقول بس لا مش ممكن أهو ممكن. كان الناس تقول لنفسيها وهي بتحدث نفسيها هو ممكن يعني فضلته وطال عمره وفخمته واسمه يخونه ويطلع ده اللي صادق. ها خيانه
وطلع ده اللي صادق اللي انت ما تحسبوش واحد زي الشيخ احمد ياسين ولا نزكى الله احدا اللي كان مشلول اطرافه كلها وما عندوش غير لسان تضربوا اسرائيل بصاروخ في حين الاشاوس او من يطلقون على انفسهم هذا المغاوير او من تطلق عليهم شعوبهم المخدوعة هذا المشايخ او من يتخيلهم هكذا من خدع فيهم هي يلقون كل تقدير وبتاعه كده. يا راجل ده انا شوف السديس في حته للسديس يا جماعه فظيعه جدا اللي هو بيقول فيها بيشكر فيها في ترامب حقيقه السديس طيب خدع يا عيني طب اتكلم لما بتاع ولا الهوى كان بالامر وتبع الامر دلوقتي تقطب بقك لو يعني التوب اللي انت لابسه اتكلم عدد رهيب من المشايخ خذلوا القضية الفلسطينية يعني بلا أي نقاش عدد كبير جدا من المشايخ خذلوا القضية الفلسطينية خذلوا العروبة بس في الحقيقة إنك أنا ما استغربتش من رد العريفي لما شفت الفيديو ده كنت مستغرب كنت شاكك بس تأكدت بقى لما شفت العريفي وهو بيقول لنا ما تشغلوش بالكم خالص باللي بيحصل عيشوا كالأغنام كلوا واشربوا وخلفوا مالكوش دعوة بأي حاجة سيبوا الأمور للحاكم فهو أدرى بيها. أنا لا أنتقد أن الناس يهتمون بالأمور الجارية والأحداث والأمور السياسية وأحداث العالم وكذا إنما أقصد أحيانا الانشغال الشديد للإنسان بهذه الأمور عن أمور خاصة عن ربما تعلم أمور شرع الاهتمام بأسرته الاهتمام بأولاده الاهتمام بصلة رحمة الاهتمام بالثقافة الشخصية والقراءة الشخصية وتطوير الذات وغير ذلك أقصد الاهتمام بهذه الأمور التي فيها تطوير للنفس هذه أهم من اهتمامه بالمجريات العادية. الله يتقبل منا ومنكم. ياه 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 من أصعب الحاجات أحيانا ممكن تتخيل أن السقوط من أعلى مبنى عالي مثلا شيء مخيف أو مرعب رغم أن سقوط بعض الأشخاص من المكانة التي وضعوا فيها في قلوب وصدور الناس والشعب حقيقة بيبقى أقصى وأمر أكثر قسوة وأكثر مرا حقيقة قال لك ما تشغلش بال رغم أن كل شيء في إيديه السياسة ورغم أن كل اللي بيحصل ده عشان تتحرر هذه الشعوب رغم أن كل أن الطريق إلى الأقصى يبدأ من العواصم العربية من تطهير العواصم العربية وتطهير كراسي الحكم في المنطقة العربية الشيخ العريفي زيه زي مشايخ السلطان بيقول لك ما تشغلش بالك كل واشرب وعيش حياتك زيك زي الإبل أو أضل سبيلك.